السلام عليكم، نتمنى الفيديو ديالي يلقاكم بصحة جيدة وفي أحسن الأحوال. الفيديو ديال اليوم هو مسمن بالجبن اللي كيجي رائع. طريقة التحضير ديالو سهلة والمكونات، تبعوا معايا الفيديو حتى الاخر باش تشوفوا طريقة التحضير والمقادير. هنا عندي 500 غرام ديال الفورص، 100 غرام ديال الفينو، غادي نخلطهم مع بعضياتهم وغادي نزيد المكونات الثانية. راس معلقه هنا ديال خميره الحلويات، عندي معلقه ديال السكر سنيده، وهنا غادي نزيد الملح اللي كيبقى على حسب الذوق وعلى حسب الكميه اللي راكم دايرين. غادي نعجن العجين ديالي عادي بالماء دافي، ومن بعد غادي نجمعها ونخليها ترتاح. هنا من بعد ما ارتاحت لي العجينه ديالي غادي نقطعها كريات صغار، هنا لما بغيتو تدلكوا العجين خصكم تخليه واحد المده طويله باش يرتاح، وما ديروش خميره الحلويات. الا كان عندكم غير مده قصيره باش باغين توجدوه غادي ديروا شويه ديال الخميره وغتخليوها غير واحد نص ساعه وغادي تخبزوه. هنا كما كتشوفوا من بعد ما كورت العجين ديالي كندير ليه شويه ديال الزيت من الفوق، كنبسط العجين واحد شويه وكنخليه يعاود يرتاح واحد 10 دقائق. هنا غادي نغطي كذلك على العجين ديالي. من بعد ما ارتاح العجين كناخذ واحد شويه ديال الزيت كندهن به سطح العمل، وغادي نبدا نبسط دوك الكرات ديالي. كيف كتشوفوا هنا العجين مرخوف مزيان، غادي نبسطها مزيان. صافي، هنا غادي نجيب الجبن اي نوع عندكم. هنا كندير واحد المعلقه في الوسط، تقدروا الا بغيتوا تدهنوها كامله دهنوها، انا خليت غير في الوسط. الا بغيتوا تزيدوا كذلك شويه ديال الزعتر كتقدروا تزيدوه كيعطي بنه زوينه. وكانتني العجين ديالي كيف كتشوفوا عادي بحال عجينه المسمن، كندهن شويه ديال الزبده وكنرش بالفينو هنا، وكنعاود الطوية الثانية نفس العملية حتى غادي نكملها. كل طوية معها شوية ديال الزبدة ومعها كذلك شوية ديال الفينو. صافي، وها هي المسمنة ديالي. كناخد كذلك الثانية، كنورقها مزيان، غادي ندير رشيشة ديال الزبدة، وغادي نحط المعلقة ديال الجبن. صافي، غادي نتني العجين ديالي كيف ما كتشوفوا معايا. على هذه الطريقه كنبقى على هذه الطريقه حتى غادي نساليهم كاملين. من بعد كناخذ هذيك الاولى اللي صاوبت، كنبدا بها هي الاولى، كنقرصها غير واحد شويه، كيجيو هنا غير صغارين ما درتهمش كبار، كيبقى لكم الاختيار. كنسخن المقيله ديالي، كانت عندكم المقله كبيره راكم كديروا كميه في مره، كانت صغيره راه كديروا غير بالوحده بالوحده. من بعد ما قرصتهم كيف ما كتشوفوا معايا غير شويه هنايا، المقله ديالي سخنات، غادي نزيد واحد شويه ديال الزيت
وغادي نحط دوك المسيمنات. هنا عندي المقلة هنا شوية كبيرة، درت فيها حطيت فيها ثلاثة في مرة، كيجي أسهل. هنا غير كيبدا يتحمر ليا واحد شويه غادي نبدا نقلب فيه. صافي كيف ما شفتوا هنا من بعد ما كيطيب كنحيدو وكنعاود ندير الاخرين اللي مازالين حتى غادي نكمل هذا المسمن كامل. كنعاود رشيشه ديال الزيت وكنعاود نضيف الاخرين. هاد المسمنات كيجيو رائعين وما كياخذوش الوقت بزاف، ما فيهمش بزاف ديال المكونات اللي كتقدر تعجز والنتيجه كتكون زوينه. صافي من بعد ما كيتحمروا ليا شويه كيف شفتوا كنقلبهم. وهما هنا المسمنات ديالي كيف كتشوفوا معايا وجدوا. نتمنى الاقتراح ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم وتشاركوا الفيديو ديالي مع الاصدقاء ديالكم. ما تنساونيش من لايكات ومن تعليقات كذلك. هنا كيف ما شفتوا درتهم مع العسل، كيبقى لكم الاختيار، ولكن العسل مع الجبن كيجي زوين. صافي كيتقدموا يكونوا سخان كيجيو مورقين ولذادين كيف ما كتشوفوا معايا. غنحل معكم واحد الوحده. شكرا على حسن المتابعة وللحضور، خليتكم على خير وإلى فيديو قادم إن شاء الله.